هل يشترط عند لبس الإحرام الوضوء وهل يشترط الصلاة في الميقات صلاة ركعتين؟ لا، كل هذا ما هو مشترط، ما هو مشترط، لكن إن توضأ فهو أحسن أنه يحرم على طهارة ويصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم، هذا شيء طيب، عبادة على إثر عبادة، هذا فضل إلى فضل. أما لو أحرم من غير وضوء ومن غير صلاة ونعقد نية الإحرام ولبى، هذا صحيح، عمله صحيح. نعم.